نحن الآن لو اصطرحنا عليك الأسئلة التالية: كيف نعرف درجة سمية نبات ما؟ ما أسباب الاحتلال الفرنسي لسوريا؟ ما أثر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على الحالة النفسية للإنسان؟ لماذا لا يمتزج الزيت والماء؟ وقلنا لك كيف وصلنا للإجابات الصحيحة لكل ما سبق؟ وهل اتبعنا نفس الطريقة في كل موضوع؟ سنجد طبعا أن لكل قضية طريقة للوصول إلى حقائقها ونتائجها، وبالتالي لدينا علم يبحث في الطرائق المختلفة لكل علم في الوصول للحقيقة. دعونا نتعرف عليه. الميثودولوجيا أو علم المناهج، علم يبحث في الطرائق المستخدمة في العلوم للوصول إلى الحقيقة، ويحلل الطرائق العلمية من حيث غاياتها ومبادئها وإجراءاتها وتقنياتها، ويشمل التحقق الفعلي من كفاية المناهج في الحصول على نتائج صحيحة من الواقع المعطى. يهتم بدراسة نشأة المناهج وطرائق البحث العلمي وتاريخه. كلمة ميثودولوجي ترجع إلى كانت، الذي قسم المنطق لقسمين: قسم يتناول مبادئ وشروط المعرفة الصحيحة، وقسم يحدد الشكل العام لكل علم وطريقته. بالتالي لدينا مستويان لعلم المناهج. علم مناهج عام ينطبق على جميع العلوم، ويدرس الأسس التي تساعد في الحصول على المعرفة العلمية عموماً. وعلم مناهج جزئي يتضمن الطرائق والإجراءات التي تنطبق على علوم معينة. لدينا هنا سؤال: بما أنه لدينا علوم مختلفة، منها طبيعية ومنها اجتماعية وإنسانية، هل نستطيع تطبيق المناهج المستخدمة في العلوم الطبيعية على العلوم الإنسانية؟ دعونا نتابع ونرى. أولاً، العلوم الطبيعية تقسم إلى علوم فيزيائية وكيميائية تبحث في ظواهر المادة الجامدة فقط، وعلوم حيوية تبحث في الكائنات الحية وتطورها. كليهما يستخدم المنهج التجريبي. هذا المنهج يعتمد على خطوات محددة، أولها الملاحظة. والملاحظة العلمية تتصف بأنها مقصودة بهدف دراسة ظاهرة ما، وتستخدم أجهزة قياس ومعدات متطورة. بعد الملاحظة تأتي الفرضية، وهي حل مؤقت يضعه العالم بهدف تفسير ظاهرة موضوع البحث، مثل فرضية تفسير ظاهرة قوس قزح بأنها انكسار ضوء الشمس عبر قطرات المطر العالقة في الهواء. والفرضية خطوة يجب التأكد منها في التجربة، التي تعد أهم خطوات المنهج العلمي التجريبي، وفيها تتم إعادة تشكيل الظاهرة ودراستها وفق شروط وضعها العالم بهدف الوصول إلى معرفة القوانين والشروط التي تتحكم بها. فإذا صدقت التجربة، تتحول الفرضية هنا إلى قانون، وهذا القانون جزء من منظومة قوانين مترابطة منطقياً تعكس العلاقات الضرورية في مجال ما، وتسمى النظرية. المنهج التجريبي أكثر المناهج العلمية دقة، فهو لا يصف الظاهرة فحسب، بل يتدخل بشكل مقصود بهدف إعادة تشكيلها عبر إحداث تغييرات معينة وملاحظة النتائج بدقة. ثانياً، العلوم الاجتماعية والإنسانية. أهم المناهج المستخدمة في هذه العلوم هو المنهج التاريخي. يعتمد هذا المنهج على الجمع والانتقاء وتصنيف وتأويل الوقائع، ومهمة المؤرخ الأولى هي التثبت من الوقائع التاريخية عبر الوثائق والآثار والسجلات التاريخية، وأحياناً الأشخاص الذين عايشوا الحدث إذا كان الحدث التاريخي ليس بعيداً، مثل الأشخاص الذين عاصروا حرب تشرين التحريرية. المنهج التاريخي يدرس الماضي من أجل فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل، وهذا المنهج نقدي، فلا يسلم المؤرخ بصحة المعلومات دون نقد وتمحيص للتأكد من صدقها وصحة محتواها، خاصة أنها يمكن أن تتعرض للتزوير قصداً أو بغير قصد. ومن المناهج المستخدمة في العلوم الإنسانية لدينا المنهج الوصفي.
حيث يعد الباحث السويسري فريديناند ديسوسير الأب الروحي له، ويعتبر هذا المنهج منهجاً مناسباً لموضوعات البحث العلمي التي تدور حول المشكلات والظواهر الاجتماعية والإنسانية. المنهج الوصفي طريقة لدراسة الظواهر عبر القيام بالوصف الدقيق للظاهرة وتحليلها من أجل تفسيرها منطقياً عبر دلائل وبراهين كدراسة مشكلة الزواج المبكر. أبرز الأدوات التي يستخدمها المنهج الوصفي هي استمارة الاستبيان، وهي عبارة عن أسئلة يصوغها الباحث للحصول على معلومات تتعلق بمشكلة البحث، ولها عدة أنواع، منها استبيان محدد تكون الإجابة فيه بموافق أو غير موافق، ومنها غير محدد يقوم المبحوث بالإجابة بحرية. قد يستخدم الباحث الملاحظة في المنهج الوصفي، وفيها يقوم بمراقبة ظاهرة البحث وتدوين جميع ما يتعلق بها ووصفها وصفاً دقيقاً. أيضاً يستخدم الباحث الوصفي أداة المقابلة، ولها أنواع كالمقابلة الفردية أو الجماعية، وهي عبارة عن حوار بين الباحث والمبحوث، يستطيع من خلالها الباحث التعرف على المعلومات التي تفيد بحثه. إذن بداية استخدام المنهج الوصفي التعرف على المشكلة مثل الجريمة والطلاق والتدخين وما شابه ذلك. بعدها يحدد الباحث عينة المبحوثين الذين سيستعين بهم للوصول إلى معلومات حقيقية حول المشكلة التي طرحها، ثم يختار أداة البحث المناسبة، ومن ثم يضع نتائج بحثه بعد أن صنفه وبوبه وحلله، وفي النهاية يضع المقترحات والاستنتاجات التي تساهم في حل المشكلة. لا تقتصر العلوم الإنسانية في طرائقها على استخدام المنهج التاريخي والوصفي، فهناك أيضاً المنهج المقارن والمنهج التتبعي وغيره الكثير، وكل ذلك يدرسه علم المناهج. يا ترى مما سبق هل توصلنا لنتيجة مفادها أن كل علم من العلوم له منهج خاص به لا يستخدم غيره؟ وهل يعتبر ذلك صحيح؟ دعونا نتابع. لا نستطيع أن ننكر أن تصنيف المناهج لمناهج خاصة بالعلوم الطبيعية ومناهج خاصة بالعلوم الإنسانية أمر مبالغ فيه، لأنه لا يوجد منهج خاص بكل علم بشكل مطلق، لكن نسبة تركيز بعض العلوم على استخدام منهج معين لأنه يتفق مع طبيعتها أكثر من منهج آخر. فالعلوم الفيزيائية ومنهجها التجريبي قد تطبق المنهج الوصفي لوصف ظاهرات فيزيائية، وقد تطبق المنهج التاريخي لدراسة تحولات المادة. وعلم وهو من العلوم الإنسانية قد يطبق المنهج التجريبي لمعرفة أثر التعاون بين الطلاب، وهنا يجرب على مجموعة طلاب طريقة التعليم التعاوني قبل تعميم النتائج على كل الطلبة. لكن من الجدير بالذكر أن تعقد العلوم الإنسانية يجعل التجربة في بعض الظواهر غير أخلاقي وغير دقيق. وبالنهاية نجد أن وحدة العقل الإنساني تقف وراء كل المناهج بهدف توسيع آفاق المعرفة العلمية في مختلف مجالات العلوم، والهدف هو تطوير الحياة الإنسانية في كل مجالاتها.